عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. قبل الآن لم يكن في مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامنا، فلقد كنا بعد النكسة مباشرة على حافة جرف معرض للانهيار في أي وقت، ولقد كانت جماهير الشعب بموقفها يومي 9 و10 يونيو هي التي جعلت ذلك قابلا للتحقيق بفضل ما أظهرته من تصميم يرفض الهزيمة ويثق في النصر. هذا المنبر ما كانش فيه عسكري من السويس للقاهرة، برغم هذا طلع الشعب المصري في 9 و10 وقال لجمال ابقى مكانك، لا اسلم بالهزيمة ولا يمكن ان تقهر ارادتي كشعب. الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم. يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف.